السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات الدراجة المستحيلة. إذن في الحلقة الماضية من لم يحضر الحلقة، من فاتته الحلقة قد اشترينا هذه الدراجة لكنها لم تعجبني بالمرة. الهليكوبتر تحوم من حولي هنا، كنت أتمنى أن أشتري هذه الدراجة ولكنها بألف جنيه استرليني. سكركر هاتي بألف وخمسمائة. إذن فلنعدي بهذه الدراجة. وصلنا إلى الليفل العاشر. إذن على بركة الله ننطلق مجددا. سرعة خرافية، سرعة خرافية، مسارات مجنونة يا سادة. الله الله الله، بدأت المتاعب مجددا. هل سوف نصل قبل ستة دقائق إلى خط النهاية؟ هناك فتيات جميلات تنتظرنا في خط النهاية. إذا وصلنا سوف نحتفل، سوف نحتفل معا بأحسن الكؤوس، كؤوس الألماس، كؤوس الذهب، كؤوس. وعلينا أن نطير ونصل. الطيران كأن له أجنحة لا تظهر يا سادة، يقاوم الجاذبية. يا سادة يا عيال، سيريا سيريا دراجة الزرقاء، الزرقاء كأنها الله الله. هل رأيتم؟ تلك هي الفخاخ، فخاخ في كل مكان. لا لا، السقوط مباشرة إلى النيران، والبراكين هنا في الأسفل. الله، اجتزنا هذه المرحلة بكل جرأة وعفوانية. سير يا دراجة، سير يا دراجة، طير يا دراجة. الإقلاع هنا، الأجنحة لا تظهر ولكنه يقاوم الجاذبية. جاذبية الأرض هنا شديدة. الله الله عليك، سير. خط النهاية ينتظرنا، أشياء جميلة، سقوط مبهر. سير يا دراجة. الله، شقلبة ويستمر. لهذا نسميها الدراجة المستحيلة يا سادة. علينا أن نسرع، إذا أسرعنا سوف أن نصل في الوقت المناسب، ولكن هناك خطورة السقوط إلى البركان. البركان هنا في الأسفل. وصلنا إلى أخطر مسار. شوفوا 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 شوفوا، بحمد الله وسلامته وصلنا. هل هذه هي؟ لا، نعم نعم، هذه هي الطريق. وصلنا قبل ثلاثة دقائق. هناك فتيات تنتظرنا. شوفوا 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 الفتيات. أين هن الفتيات؟ نحن وحيدون تماما. المهم أننا فزنا، ليست هناك ولا فتيات ينتظرنا في خط النهاية. والمهم فزنا ب 104 نقطة، والميدالية الذهبية ساكسست. إذن الليفل الموالي. شوفوا يا سادة،
شوفوا يا عيال، شوفوا سوف يسقط. سقط، لا بأس إذا سقطتم، لا بأس إذا أخطأتم، يمكنكم الإعادة مرات ومرات. هذه هي الحياة، لا بد من السقوط، ولكن إذا سقطت يجب أن لا تفقد الأمل، والأمل يجب أن يكون موجودا في كل مكان في كل زمان. لابد أن تتحلى بالصبر، لابد أن تقاوم. سير يا دراجة الحلوة، لا تسقطي، إنني أحبك، أحبك، وسوف أقودك لأنك تملكين أجنحة التي لا تظهر إلى العيان. شوفوا 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 عليه، لم نسقط، إنها دراجة مستحيلة يا سادة، لم نسقط ولم نسقط. شوفوا السرعة، شوفوا الخيال، شوفوا شوفوا، لم نسقط بل سقطنا. علينا أن نسرع، الله الله، هذه المسارات خطيرة، يجب أن تعرف كيف تجتازها. هذه المرة لم تسلم الجرة، سير شوفوا كيف، على كيفك، على كيفك يا دراجتي، سير يا دراجة. كاد أن يسقط لولا الفرامل، الفرامل هنا، الفرامل هنا جيدة، جيد. لا، السقوط المهول، باقي دقيقة وثلاثة وخمسون ثانية، لن نفقد الأمل، الأمل، سوف نصل. سيري سيري يا دراجة، سيري يا دراجة، سيري يا دراجة، لا تسقطي. أيو 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 أيو، شوفوا أظنني يا عيال سوف نصل، هل سوف نصل يا جدعان؟ سيري يا دراجة، سيري إلى خط النهاية، سيري واعطينا الأمل. سوف ننطلق، لن تلاحظ الأجنحة ولكنها موجودة. أوبو، الله 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 الله، أين سوف نمر؟ هل توجد هنا الطريق؟ نعم هناك طريق، ولا بد أن نصل إلى خط النهاية. أبو سكركر، إنه الفينيش. أريو enjoying this game. Yes, I am enjoying this game. I love it. إذن في الحلقة المقبلة سوف نكمل هذا الراوند، سوف نكمل هذه السبع دقائق، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم، لا تنسوا الضغط على زر اللايك ومساندتنا والاشتراك في القناة، وشاهدوا الفيديوهات التي تظهر هنا في الجانبين، وإلى اللقاء.